بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وش راكم البنات؟ وش حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. رحب بكم في الفيديو هذا، إن شاء الله يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم جبتكم روتيني خفيف من الصباح للمساء. هنا البنات شوفوا عندي زوز حوتات، هذو ما راح ندير لهم الدرسة وراح يعني نطيب بهم وجبة غدا كامل. يعني ما البنات ما تقولوش يعني مع الوقت هذا للغلا ومع كلش، لازم تكون الوحدة فحلة في دارها، يعني فحلة في الخدمة تاع دارها، فحلة في الاقتصاد تاعها باش تقدر تعيش ويعني مع الغلا اللي رانا فيه. هنا تشوفوا زوز حوتات راح نخدم ندير لهم الدرسة تاعهم. درت شوي كمون، شوي فلفل كحل، شوية ثوم، ملح، كزبر وفلفل كحل وشوية هريسة. خلطت المكونات كامل، نزيد لهم كمية تاع الزيت، الملح كما قلت لكم في البداية، ما تنسوهش، خلطوهم كامل مع بعضهم، ديروا كمية تاع الزيت باش من بعد ما تخرج لكم من شكل الدرس هذيك ما تخرجش من الحوتة. واحكموا هنا الحوتة تاعكم بعد ما حليتوها. البنات هنا كما تشوفوا واحدة خليتها بالراس تاعها وواحدة نحيتولها، يعني كنت راح نخليهم في زوز بالروس تاعهم، رغم اني روس تاعهم يعني خوختهم الداخل ما طيبتهمش بهم، نسيت نحيت لها راس تاعها، بصح معليش. المهم للتزيين بركة كما تشوفوا حكمت الحوطة كما راكم تشوفوا، عمرتها من الداخل. ومن بعد جبت هنا موس باش تدخل لها اكل لي زيبيس هذيك لو الدرسة تاعنا، باش تدخل لها مليح وتجي مفوحة مليح. هنا كما تشوفوا حليتها هكا، درت لها شقات كيما هكا وعمرتهم بالدرس هذيك وتزيد دهنتهم من فوق باش تجي بنينه. هنا من بعد البنات رحت قصيت البطاطا، يترونش تاع البطاطا مدورين، وحطيتهم هنا كيما تشوفوا، انا حطيتهم في المول اللي راح يدخل الكوشه. هنا واش راح نجيو نزيدو نديرو البنات، بعد ما قصينا البطاطا ترونش راح نزيدو نحطوها كامل، نفرشوها في لي بلاطه اللي راح ندخلوه للكوشه. البنات اللي مازالت ما اشتركتش عندي تشترك وتفعل الجرس باش يلحقها كل ما هو جديد. ان شاء الله يتعجبكم القناه وان شاء الله نلقى التفاعل باش نزيد نحط اكثر واكثر. هنا تشوفوا البنات كيفاه راح نفرشها كامل بالبطاطا اللي قصتها دوائر كيما هكا، نفرش البلاط تاعنا كامل، نهز الحوتات هذمك ونفرش تحت منهم ونحطهم. ومن بعد تزيان يعني اختياري، ده انا درت الفلفل، درت الطماطم، تحبوا ديري الزيتون نكحل ولا اخضر، يعني الحاجه اللي عندكم في الدار. المهم الواحد يسلك راسه وخلاص، باش يعني العب في الوقت هذا ومع الغلا ومع كلش، المهم تكون المراه لازم تكون مدبره في عشتها باش تقدر يعني تفوت الايامات وخلاص. كل مره يعني رانا نفكروا باش نعيشوا وخلاص، كل مره رانا نديروا حاجه جديده ملينا يعني من الطياب تاع الغدا العشاء، كل يوم نخمو واش راح نديروا غدا واش راح نديروا عشاء. الشيء اللي كان يعني العبد وحديد المراه كلها، لازم كلها رانا نفكروا روسنا. هنا كما تشوفوا البنات جيت نقص في الطماطم، درتهم ترونشيات كما راكم تشوفوا، ومن بعد زينتها بشويه فلفل، يعني زيانه ديروا الشيء اللي عندكم. المهم البنات العبد يدير غداه وخلاص، كل مره مره دس مره لوبيا مره الشيء اللي كان في الدار، كل مره نحاولوا ان نديروا الحاجه اللي كان في الدار وخلاص. هنا البنات بعد ما درتو تبقى هذيك الدرسه هذيك اللي بقات، هنا ديروا شوي زيت صح، مازلت ما قلتكمش على الزيت، ديروا كميه يعني معتبره. ومن بعد اكل الدرسه كيما قلت لكم اللي بقات، ديروا لها شويه ما سخون ولوحوها عليها، خلطوها مليح. اللي تحب دير لها شويه طماطم دير، واللي تحب تخليها يعني بيضه لاصوص تاعها بيضه، غير طماطم تكتفي بالطماطم تاع الكعب، تخلي غير الطماطم تاع الكعب، تلوحها كيما هكا كامله ودير كميه قليله من الماء وتغطيها بالبابي كويسون بابي الومنيوم وتدخلها للكوشه تاعها وتخليها يعني طيب عقلها خلاص. هنا البنات كيما راكم تشوفوا ها والغداء تاعي كيفاه طابت، كيفاه طابوا الحوتات، شوفوا البطاطا تاعي كيفاه طايبه، جات يعني طايبه زبده. هنا الحوتات هذمك يعني باش يديروا الطعمه برك وخلاص. هنا بعد ما طاب غدانا وتغدينا يعني لميت الماعن تاعي، الحق ما غسلتهمش، لميتهم برك خليتهم، قلت حتى العشوه ونغسلهم. وهنا هبطت انا وبنتي للدار يعني تاعي جديدة، هنا رانا نحكو في الفايونس من الصبغة بعد ما كان وليدي سبخها.
هنا كما تشوفوا هاي بنتي طالعة فوق الكرسي وتحك في الفايونس تاع الكوزينة من الصبغة من هاك الجير ولا الجبس اللي يكولوا به الكارلاج ولا يكولوا به الفايونس. كما تشوفوا حاولنا ان نحكوا يعني مش هذه المرة الاولى، رانا كل يوم يعني نخدموا خدمة نخدموا حاجة جديدة في الدار. وكم تعرفوا الخدمة تاع سكنة جديدة كلش يجي فيه الصبغة، تجي فيه السيمة، يجي فيه نحاولوا ان كل مرة نحكوا حاجة، كل مرة نقيموا بحاجة، وان شاء الله ربي يقدرنا باش يعني ما نتعبوش ونكملوا حتى ننظفها مليح. هنا كما تشوفوا البنات بعد ما حكينا الكوزينة، ما سيقنا، كبينا الماء، تزرزقنا الدنيا. واش راح نقول لكم يعني النهار هذا نهار تزرزق، نهار تعبنا يعني ما روحناش حتى للمغرب وحنا نعافروا فيها. كما تشوفوا هاي الصبغة كيفاه دايرة، لازم نحكوها كامل. بنات تشوفوا لتحت كيف الكارلاج مازال تزيد تتحك، يعني رغم ان نظفناها من قبل ويعني نحينا المكثر، بصح راكم تشوفوا فيها كيفاه مازالت يعني الصبغة ومازال فيها الخدمة، لازم نزيدو نعاودوها مرتين ولا ثلاثة. وحنا نسيقوا فيها، نازلت زيقنا الصالة بعد ما سيقتها، قلت ندير لكم جولة فيها تشوفوها البنات، رغم اني نعتها لكم في الفيديو السابق، وقلت نزيد نعت لكم كيفاه سيقنا، كيفاه نحينا، نظفنا الحوايج، نظفنا الليفينغ هذا متاع ليكوا. كل مرة ننظفوا حاجة، كل مرة نحو حاجة من الخدمة، نقصوا علينا في الخدمة، نقصوا علينا في التعب. زدت البنات لميت كامل هذيك السلعة اللي خلوها المساوات واللي ما نسحقوهاش كامل، خملتها في الساشي وحاشاكم طيشتها في لابوبال. الحاجة الثانية تكلية اللي ما نسحقهاش ثم في الدار، زدت خرجتها كامل. زدنا سيقنا الدروج، جات نهار هذاك نهار العين، زدنا سيقنا الدروج يعني من البلوك تاعي وهبط حتى للتحت. هنا هاكم تشوفوا البنات كيفاه طلعت وكيكا وما زدت شهبه، يعني حابه تزيد تسيق وتزيد تعاود. قلت خلي ندير لكم جوله فيها وان شاء الله تعجبكم، وخلوا لي البنات رايكم في الدار، خلوا لي في التعليقات، شجعوني باللي جام باش نكبر القناه تاعنا. هنا الكوزينه هاكم تشوفوا البنات كي سيقناها، زدت خرجت هنا للبالكون تشوفوا يعني البالكون تاعني جاني شوي صغير وكاكا، وهاهو هنا كيفاه الماء مزرزق، كيفاه سايح الماء، كل فيها تعب البنات. ان شاء الله تكون عجبتكم الجوله في الدار تاعي، وان شاء الله يا ربي ينولها لكل وحده، ونقول لكم في امان.